اليوم تحولت الازمه السوريه نزاعا حقيقيا فبعد التحايل على المعارك ومحاوله نفي ما يحصل في سوريا حولت خطوه الجيش السوري الازمه الى مسار اخر من خلال اعلان تشكيل قوه موازيه للجيش مؤلفه من مدنيين مسلحين لمساعده قوات النظام على خوض حرب تزداد صعوبه على الارض مع المجموعات المقاتله على صعيد ثان شغل حديث الرئيس السوري بشار الاسد لوكاله ايرانيه الراي العام بسبب اللقط بشأن تأكيد حصولها أو نفيه الأسد أكد في المقابلة أن ما يحصل في سوريا لا هو ثورة ولا ربيع إنما عبارة عن أعمال إرهابية لتدمير البلاد وفي معرض الحديث عن دول الجوار أشار بشكل خاص إلى حمص حيث هناك إمداد مستمر للمسلحين فيها غامزا من قناة القرب من الحدود اللبنانية في تركيا باشرت قوات حلف شمال الأطلسي نشر صواريخ الباتريوت التي وصلت إلى المرافق التركية لحماية تركيا من الهجمات المحتملة على بطاريات الصواريخ ستصبح جاهزة في مطلع شباط في ثلاث مناطق جنوب شرق تركيا من جهة ثانية أرجأت المعارضة أعلان تشكيلة الحكومة في المنفى في انتظار ضمان المؤيدين لها بدعمها ماليا وسياسيا وكانت أولى الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع زيارة خاطفة لرئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى قطر